السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى الكل يصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هشرح أساسيات اللعبة وقوائم اللي فيها بحيث إن أنت تلعب اللعبة سلسة معاك وتبقى فاهم أنت بتعمل إيه وبتستخدم إيه ويبقى الموضوع بسيط معاك جدا. وإن شاء الله في فيديوهات تانية على أماكن الوقود والحيوانات والكلام ده. هبدأ الأول حاجة بالخانة دي. الخانة دي الأسلحة بتاعتك، ده السلاحين اللي فوق المسدسين. بتغير السلاح، تمام؟ هنا الأسلحة اللي هي موجودة في الحصان عندك، كل أي سلاح تقيل بقى، البنادق الكلام ده كله. ده الحبل، ده مولوتوف وديناميت والحاجات دي كلها والسكاكين والحاجات دي، تمام. وهنا السكينة واللمبة لو الدنيا ايه ضلمة يعني، تمام كده. هنيجي نخش فوق خالص في 3 خانات. أول خانة على الشمال ده خانة الوبن الأسلحة، تاني خانة اللي هي خانة الأيتمات اللي هي الحاجات بتاعتك أنت. نشرح الخانة دي من الناحية الشمال. بص حضرتك كده عند الخريطة هتلاقي فوق في قلب، في علامة زي الكهرباء، في علامة العين. حلو. القلب هو دي صحتك، الكهرباء اللي هي الطاقة بتاعتك، العين اللي هي الديد اي اللي هي النشان او الحاجة زي كده. حلو. اللي على الشمال خالص، اللي على الشمال خالص في النص، هنشرح الخانات دي. على الشمال خالص في النص ده بيعلي الحاجة اللي جوه، يعني ده هيعلي لك مثلا، بص هيعلي لك القلب والطاقة، تمام، مع بعض. هتيجي تغير، طب العلبة دي هتعلي برضو القلب والطاقة. العلبة بيبان من اللي في النص، يعني بيبان هي بتعمل ايه من اللي في النص. بص كده في النص، في نص الشاشة، تمام. كل واحدة من دول بتعمل فيهم حاجة. حلو كده. ده بيعلي القلب بس، ده بيعلي مثلا الديد اي او العين والباور بتاعك والكلام ده. ماشي. عايزين نعلي الحاجات اللي حوالين القلب اللي فوق من دول. اول خانة على الشمال من فوق دي هتعلي حوالين القلب. بص كده على القلب هتلاقي حواليه بقى اصفر. بص كده دي بقى زي ليفلات او مراحل، في حاجات بتقعد يوم مثلا، يعني دي مثلا هتعلي الـ3 وهكذا. اللي فوق في النص دي بتعلي الباور بس، مخصصة للباور بس، بس برضه هتلاقي فيها حاجات فلتات كده 3. اللي هنا برضه متخصصة بالديد اي، تمام، اللي هي العين كده. احنا خلصنا الـ4 خانات دول. حلو. الخانة دي طبعا دي بتاعت البنزار، لو عايز تشوف حاجة من بعيد أو حاجة زي كده اللي هي الشرحة نفسها. والتانية دي الكاميرا تصور وبتاع، مش مالناش دعوة بيها. الخانة دي الصنارة ساعة الصيد. هنا خد بالك عشان في 2 قريبين من بعض. هنا ده كفر، ده انت بتدهن نفسك حاجة كده بحيث لو انت هتروح تصطاد فالحيوانات ما تشمش ريحتك. حلو. اللي بعدها على طول هتلاقي اوبنت. اوبن ده اللي هي الحيوانات تشم ريحتك، تمام كده. ففي واحدة انت بتخبي الريحة بتاعتك وفي واحدة اللي انت بتخلي الريحة ايه تفوح منك والكلام ده. ماشي. اللي بعدها هتلاقي صورة غزلان، دي ترميها هيجيلك غزال، هيجيلك حصان، هيجيلك حاجات زي كده تصطادهم. اللي بعدها دي تجيب ديب، تجيب نمر، تايجر، الحاجات دي يعني الحيوانات الشرسة يعني. يعني طبعا مش هترميها في الأرض وتمشي، لازم ترميها في المكان اللي حوالين الحاجة دي، يعني مش هاجي أنا أرميها في الماية فهيجيلي غزالة في الماية، يعني مش للدرجة دي. دي هنا هتعمل ريست، هتعمل كامب وبتاع وتنام وتشرب وعايز تعدي الوقت بتاع الجيم. مش عايز تعدي الوقت وعايز تنجز وتعمل مثلا أسلحة، بتغير بتجيب ده اللي هو عامل زي ايد الهون كده او بتقوم جايبه على طول. عايز تعمل أسهم مثلا في السريع كده، حاجات زي كده، تمام، وخلاص ترجع تاني. دي طبعا لو انت هتخش تسرق او هتعمل مصيبة فمحدش يعرف شكلك عشان ما يبقاش عليك فلوس وحاجات زي كده.
دي كده الخانات الأولى اللي هي بعد الوبن. فوق كده في 3 خانات، أول خانة على الشمال طبعا دي الأسلحة اللي احنا شرحناها، تاني خانة دي الحاجات بتاعتك، الخانة التالتة اللي هي الحصان. الحصان نفس الخانة التانية بس باختلافات. هنا عندك على فوق الخريطة قلب والكهرباء، دي احنا قلنا القلب بتاع الصحة والكهرباء اللي هي الباور بتاع الحصان او القوة يعني. هنا انت بتغير، تمام، بتأكل الحاجات اللي جوه. حلو، اللي فوق نفس الموضوع اللي هي اللي بره ده ملناش دعوة بيه، خلينا هنا، هو دول اللي بيهبوا مفتوح، ده وده، ده بتاع الباور حتى هو عليه علامة اهو، وده بتاع صحة الحصان. دي بتحمي بيها الحصان وعناية يعني، مثلا دي انت هتيجي تستخدمها ده هيقعد معاك الحصان عنده قوة لمدة يوم كامل، فانت تقعد تجري بقى في الخريطة زي ما انت عايز. هنا طبعا بتغير الطاقية، هنا ده بتغير اللبس، تمام، وهنشرح موضوع اللبس ده تاني، ودي برضو بتخبي وشك عشان الجرايم والكلام ده كله، بس حاجة تانية، واحدة كده مثلا والتانية كده، بس على حسب. احنا كده شرحنا القوائم، هنشرح دلوقتي ايه بقى القلب والكلام ده. انا دلوقتي هنزل اعوم، تمام، بص على الباور اللي هو اللي على الباور كده، هتلاقي هو بياخد من اللي بره الاول وبعد كده هينقص اللي جوه، تمام، الفكره ماشيه ازاي. فاللي بره ده يعتبر ايه، حمايه زياده اهو، بص عمال ينقص 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 اهو، هيبتدي ياخد بقى من اللي جوه. لو وقفت شوية هو بيعلى الوزن. حلو، يعني معنى كده في القلب هيبقى نفس الموضوع، لا القلب بيختلف. القلب لو الجو مثلا كده، الجو كده مثلا حر، لو انا لبست اللبس ده ده لبس الايه؟ التلج المفروض، هتلاقي القلب ايه؟ عمال ينزل. طب هو ما بينزلش من بره ليه؟ هي بتختلف بقى من بره، ده واقي زيادة، بس لو حد ضربك بالرصاصة في الدماغ أو في الكتف أو كده فالكل بينقص، أنت فاهم الفكرة؟ لو أنت ما أكلتش بينقص، بص هتلاقي القلب إيه؟ قل شوية. المهم خلينا لابسين وهنركز مع القلب بعدين، نكمل على العلامة اللي هي إيه؟ العين، أو القلب عمال إيه؟ يعمل لي علامة شمس، بيقول الجو حر يعني، فحرام انت تعمل. هنتكلم عن العين. العين يعني انا دلوقتي مثلا حابب ان انا ايه، اصطاد وحش واضربه في الدماغ او قدامي كذا حد او مش عارف ايه، فانا مش عارف، عايز اضربه بطلقه واحده زي لعبه ماكس بين مثلا، فبدوس زرارين بدوس زرارين، انا ممكن اعدي واقعد اضرب كذا واحد، تمام. بص حضرتك، اول ما انا علمت ال مش دي طبعا، دي ما بتعملش حاجه، دي ما بتاخدش من حاجه، ان هي بتاخد اول ما انت تعمل ايم، تعلم على حاجه وتقوم داخل ينقص معاك. بص العين بتنقص، هيبتدي بقى ينقص اللي بره وهينقص كمان اللي جوه، دي مهمة جدا العين دي، بحاول تعليها على قد ما تقدر، وهشرح ازاي بتعليها دلوقتي. الفكرة بقى في الحصان، نفس فكرة الموضوع، بس عنده قلب وعنده برضه الباور. طب الباور الحصان بيخلص ازاي؟ لما بتيجي تجري مسافة بعيدة ولما بتيجي تقوم بتاكل هواء، هواء غبار الحصان عاوم تنزل مية بيتقل. صحة الحصان يعني من الأكل والدهون يعني، بص أنا تعبت
الدم بتاعه هو زي ما قلت اسم الاكل والعدم طبعا لو جيت ضربته نفس الموضوع بلاش الفضول ده لو من فجأة طيب انا ممكن نعمل حوار جميل يعني هقتلهم بشكل حلو شوية كده 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 الحصان ايه خلاص متدمر الطاقة بتاعته خلصت والحصان بيموت عندي بقى خيارين اللي انا الخيار اللي فوق اللي انا اصحيه والخيار اللي تحت اللي انا اقتله فطبعا اصحيه تصحيه ازاي بيبقى معاك العلامة اللي هي بيبقى بتاع كده دواء بيشربه فبيصحى بتاع دي بيبقى موجودة يعني موجود منها تقدر تشتريها وتقدر تشتريها او بص الحصان كده تعبان القلب بقى مش هيعلى لوحده يعني القلب مش هيعلى لوحده لازم الحصان ياكل انما بص الطاقة او الباور هتلاقيها بتعلى عادي يعني لو الحصان واقف شوية هيعلى القلب ايه واحدة كده هيعلى ببطء بس لازم ياكل عشان ما يقعدش ينزل القلب ويموت منك الحصان نشرح قوام الحصان دي اول حاجة فوق طبعا ده اسم الحصان والحاجة بتاعته الباور بقى والكلام ده اول كلمة الكلمة اللي تحتيها ده انا هشيل اللجام بتاعي اللي انا هشيل واروح احط على اي حصان تاني زي ما انا عايز انا مش هعمل كده طبعا انت لو حبيت تبدل بالبيت كده احنا قلنا اول اختيار تاني اختيار ثالث اختيار ده الحموم لما حصان تلاقي القلب عمال ينور كده معاك يبقى الحصان عايز يستحمى او ياكل او كده تمام ثالث اختيار ده الاكل اللي هو فيد بعد كده الليد ده انت بتاخد الحصان تتمشى بيه This way Come on الشرط اللي بتركبه بعد كده الخيار اللي قبل الأخير ده الطبطبة Okay girl تمام والخيار الأخير اللي انت خلاص يعني انت انا دلوقتي مثلا هقول للحصان يعني بص هبعد عنه عندي هنا ثلاث اختيارات أول اختيار اللي هو اتبعني تاني اختيار اللي هو خليك مكانك تالت اختيار اللي هو ابعد فمثلا هقول له تاني وهقول لك ازاي انت بتخليه يبعد انا دلوقتي كنت ورايا بعيد ورايا كده بقى الباور الحصان بص زي ما انت شايف بينقص جامد تمام انا بقى مش عايز الباور ينقص فبعمل ايه عشان احافظ على الحصان اقول له ابعد ستاي اهو ياه بص 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 الباور بتاع الحصان عمال ينزل عمال ينزل فهيمشي ويفضل واقف بره بحيث ان الحصان يفضل ايه بكامل طاقته بدل ما انت تخلي الحصان يتباعك ويفضل واقف هنا مثلا او انا اقول له مثلا ستي هير هيفضل ياخد من الباور بتاعه وبعد كده هتلاقي مثلا الحصان بتاعك لو انت بعدت عنه فدايما خلي الحصان بتاعك انا كده شرحت الحاجات الاساسيات هنبدا نشرح بقى اهم حاجه بص حضرتك بقى انا المفروض انا لابس اللبس الدنيا عندي عماله تزيد خالص يعني بص درجه الحراره 28 وانا لابس الحر بص القلب بتاعي عامل ازاي الدنيا ضايعه خالص فانا لازم البس لبس يليق بالجو اللي انا فيه عشان ما اقعدش اشرب كتير واستهلك بقى موارد واستهلك الحاجات. How you doing, Reverend? تمام هو دلوقتي سنة اللبس. هوريكم اللبس اللي انت تلبسه ويبقى كويس معاك على كل جو. هشرح الموضوع ده.
اول ما اقف هنا عندك صندوق فيه اول حاجه فوق ده اللبس، تاني حاجه دي الاسلحه. فخلينا في اللبس اختار اول. تمام، القائمة دي طبعا هي شرحة نفسها لو دخلت كل واحدة وعرفت. ده أول حاجة الطواقي، الطواقية لو عايز تعمل أنت لبس على هواك. حضرتك أنت هنا لو بتخش على الطواقي في فوق خانات تانية، يعني بص فوق كده خانات تانية، دي خانات الطواقي اللي أنت صنعتها عملتها. يعني مثلا جبت قتلت دبة، قتلت مش عارف إيه، حاجات زي كده طواقي انت عملت. هوريك برضو المكان الراجل ده فيه. تمام، فكل دي طواقي انت ايه تقدر تصنعها. الخانة اللي بعديها الطواقي اللي انت لقيتها، حلو، طبعا ما لقيتش حاجة يعني كانت منحوسة. الخانة اللي بعديها الطواقي اللي انت سرقتها، طبعا راجل طيب فما بسرقش، فما عنديش اي حاجة من الحاجات دي. اخر خانة دي الطواقي اللي موجودة في الحصان، دي الطواقي اللي بتاع الموجودة اللي في الحصان، تقدر تشيل 5 طواقي أو هاتس. تمام، الخانة اللي بعدها ده اللي هو الجاكيت. طبعا أول خانة بتاع الجواكت اللي أنت بتشتريها من المحلات بتبقى في أول خانة، تاني خانة الجواكت اللي أنت مصنعها والجلود يعني. حلو كده، هنكمل. ده الفيستات نفس الموضوع، أول خانة قلنا بتاعت المحلات، تاني خانة الحاجات اللي أنت مصنعها. ماشي، التيشيرتات نفس الموضوع، بس التيشيرتات هنا ما عنديش غير بتاع المحلات بس. البنطلون نفس الموضوع، ده بقى حاجات محلات بس، يعني الحاجات اللي جاية دي. ده كده المحلات، والناحية التانية الحاجات اللي هي ايه اللي بتصنعها. الجزم كل خانة خد بالك بص فوق، لأن بيبقى فيها خانتين، فخانة بيبقى حاجات أنت مصنعها، وخانة اللي أنت الحاجات اللي أنت شاريها من المحل. احنا كده هتخش على كل واحدة هتعرف هي بتاعت ايه بالظبط. يعني دي بتاعت الجزم اللي فوقيها بتاعت الثانية غير اللبس. أول خانة ده الأوت فيت اللي هو الكامل الحاجة. بص يعني أنت مش هتغير بقى، بس هتاخد يعني عاجبني ده هدوس عليه وهاخده، فاهم؟ عجبني ده خلاص. تمام، كل أوت فيت ده جاهز. بص كده مكتوب تحت ايه الأوت فيت ده، هتلاقي مكتوب تحت على الناحية الشمال علامة شمس، فده كويس جدا في الحر. اللي تحتيه كويس جدا في الحر، اللي تحتيه ده فوق اوكي اللي تحتيه ده بتاع الجليد والكلام ده. في حاجة بقى زي ده مش مكتوب ولا عليه علامة ولا أي حاجة، ده المكتوب اللي تحت اللي هو بين البنين، يعني درجة الحرارة مثلا فوق 10 وتحت 20 بتلبس ده، فاهم؟ فوق 20 طبعا انت الجو حر، تحت 10 البس البس جليد. هو في تعرف حد بيلعب معايا؟ المهم انا مش بحرك يا جدعان والله، ده حاجة هيس. المهم تاني خانة دي الخانات اللي انت الوحوش اللي انت قتلتها. تمام كده، اللي انت مصنعها كل اللبس ده انا قتلت وحوش مصنع. الخانة اللي بعدها الخانة التالتة، هنا انت بتسجل اللبس بتاعك. يعني ده اللبس بتاعي ساعة الحر، ده اللبس بتاعي في بين البنين اللي هو يعني الجو ولا ساقعة ولا برد، ده اللبس بتاعي في البرد. تمام، انا اقدر اعمل خانتين كمان، يعني بص هو تلاتة، بص تحت خالص تلاتة اوت اوف 5، يعني 3 من 5 انا مسجل 3 دول بس. حلو كده، تسجل ازاي؟ انا مثلا يعني عجبني هعمل شكل دلوقتي أي كان نحو مثلا، طيب دي على
اي حاجة او اي حاجة مش فارقة. طيب هوقف شوية وهرجع تاني بحيث اللي هو ايه ما اطولش الوقت او يعني خليكم معايا. هنا البنطلون خليه زي ما هو. طيب انا لازم اغير البوت. بص هنا مش هقدر اغير او اختار اي حاجه مكتوب عشان انت لابس بوت ايه متخلف عقليا. فنغير البوت ده البوت بتاع الشمس. تمام هي الحاجات دي اللي تمشي. دول ما ينفعش. دول بتوع الجليد وما ينفعش. فممكن نلبس مثلا اي بوت. هات ده مثلا ونحط عليه اي حاجة. ده بقى جلد بقى بيتحط على البنطلون. ده بيتحط على البوت من تحت. حاجات زي كده. حلو. مكتوب تحت ده بيعمل دفى. يعني بص هو بيدفي من البرد. فانت ممكن تعمل لبس حلو. المفروض اللي هو اللبس ده يبقى للحر وتلاقيه مرة واحدة قلب برد. يعني ايه الكلام ده؟ بص حضرتك انا مثلا اللبس ده مكتوب ايه بتاع الحر. حلو. بص كده مع ان انا ملبسه بتاعه. انا ملبسه جلد بس الجلد ده فاضي يعني مش هيزود معايا في الحر او في اي حاجة. طيب لو جيت هنا شوف هلبسه ايه. هغير بس هنا اتكتب ايه كلمة اللي هو ده بيحمي من البرد. بص كده عليه. بص اللبس اهو بتاعي. بص كده خلاص بقى ده للبرد. يعني حتى مش بين البنين فاهم. فانت بعد ما بتعمل اللبس بص على الكلمة هنا. تعالى هنا خلاص اللبس عجبك واوكي. بص مكتوب اول اختيار على ايدك اليمين من تحت مكتوب تسجيل. فانت هتسجله او هدوس تسجيل. خلاص عجبك. بص نزل معايا بقى رقم 4. ده اللبس بتاع الاساسي. حلو. اللبس ده كده مش موجود في الحصان. يعني لو رحت للحصان مش هلاقيه. عشان احطه للحصان هتلاقي اختيار على ايدك اليمين تحت. اول اختيار ده المسح. تاني اختيار هوديه للستور الحصان. تالت اختيار ده اللي انا البس اللبس اللي هو ده كده. هلبس اللبس لا انا عايز البس ده واحط ده عند الحصان. تمام كده. ده معايا. ده ما انا لابسه هنا واخرج من هنا هيبقى معايا برضو عند الحصان. هنا ده مش هلاقيه عند الحصان. هي دي فكرة الموضوع ده. هو انا حاسس ان انا طولت الشرح شوية معلش انا اسف. دي اخر الخانة الرابعة. ده اللبس اللي موجود في الحصان. حلو. عندك تحت هنا دي الشنط اللي انت تعملها. تمام. بتختار بقى الشنط واللبس والاسلحة. مش الاسلحة اللي انت هيبقى معاك لا الاسلحة اللي هو الشكل. شكل الجراب والحاجات دي. تمام. دي الجوانتيات. دي برضو الجوانتيات. بص الجوانتيات خانتين وهكذا. فكل حاجة ليها هتلاقي حاجة ليها حاجتين وحاجة ليها حاجة واحدة بس. حاجة بخانتين وحاجة ثانية واحدة. تمام. أنا كده خلصت ال موضوع اللبس. كل شوية لازم وانت ماشي رايح من منطقة لمنطقة ومن مكان لمكان تدوس كده هتلاقي الخانة اللي فوق بيبين الوقت اللي انت دلوقتي حالا وجنبيه حرف السي. في رقم قبل حرف السي. الرقم ده اللي هي درجة الحرارة. تحت بقى عندك شكل وش كده. وش لابس طاقية اللي هو الدماغ. حلو. وخط احمر وخط ابيض. ايه ده الوش ده؟ ما كل ما بتساعد الناس وما كل ما بتبقى طيب وبتاع وكده يعني ما بتعملش مشاكل الوش بيروح على الخط الابيض. يعني بتبقى راجل كويس يعني في المنطقه والناس بتحبك. حلو. هتستفيد بده ايه؟ تستفيد بده بقى خصومات في
في اي محل هتروحه هتيجي تشتري اي حاجه هيبقى ليك ديسكاونت، ليك سعر خاص ليك عشان انت بقى راجل حلو. طب الاحمر، الاحمر ده بقى بكل ما هتبقى في الاحمر يعني اي حد هيشوفك هيجري وراك ويضربك. غير بقى ان في عصابات اصلا هيبقى عليك فلوس وهيبقى حاجات تانية بقى، هتبقى عليك مشاكل كتير يعني. فدايما خليك في بين البنين او في الابيض. انما لو بتحب الاكشن وبتاع وعايز بقى تفضل مطارد على طول وكل شويه تبص في قفاك كده، خليك في الاحمر يعني هينفخوك بصراحه. دي المنطقه اللي هو المخيم. هنا مكان اللي فيه الذخيره بتاعتي والحاجات دي لو عايز انا اعمل اخد بقى شويه حاجات. تمام. العلامه اللي هي الشماعه دي، ده طبعا المكان بتاعي، النوم والسرير وتغيير اللبس والكلام ده كله. هنا حلاقه الدقن. تمام. طبعا سايب دقني بعمل نيو لوك كده سايبه شويه. حلاقه الشعر عند المحلات يعني عشان تعلق شعرك بتروح المحل، انما هنا اخرك تسرح شعرك لورا كده زي ما انا عايز. ده مش فلوس، ده انت هنا هتيجي تحط فلوس، ده مش فلوس خالص، ده فلوس القبيله. اول اختيار ده اختيار الصندوق، بيجيب لك هنا اختيارين ما بتدوس عليه، اختيار اللي انت هتحط حاجات انت لقيتها زي الحاجات اللي بتتبرع فيها، وتاني اختيار ده انت هتحط فلوس. تمام. وكل ما بتحط فلوس بيزيد يعني الوش ده، يعني بص كده بص معايا هنا، بص على ايدك اليمين اول ما احط مثلا ايا كان المبلغ، انا خسرت. بص هيزيد معايا في الوش ده، يعني هتبقى راجل كل يوم بتحط تاني اختيار ده الكتاب ده فيه ايه؟ في ناس بقى اللي دفعت واشترت وحطت وسوت والفلوس بتاعتك تسيبك منه نقلب الصفحة. الصفحة دي أول صفحة بتاعت الحاجات الطبية. تمام. تاني صفحة بتاعت الأكل. ثالث صفحة بتاعت الأسلحة. رابع صفحة حاجات اللي في المخيم أكيد، حاجات يعني ريستن مش عارف إيه. خامس صفحة نفس الموضوع، سلاح بوت حاجات زي كده. بس هي دي صفحة. آخر الصفحة بتاعت الأسلحة على إيدك الشمال هتلاقي مكتوب 20 دولار. ده هنا ما كل ما تروح يعني مثلا تشتري سلاح تاخد سلاح تاخد الحاجات دي، انت هنا دافع اصلا. يعني بص انا دلوقتي ايه، هاخد اسهم دلوقتي، اسهم بتاعت اسهم. الاسهم مش هتيجي تاني، مش هتيجي لوحدها، لازم اروح هناك ادوس حرف الاكس اللي هو حرف الكتاب يعني، اروح الحرف يعني. طبعا ده قلنا الحاجات الطبيه برضو نفس الموضوع، هتيجي تاخد من الحاجات الطبيه هتدوس هنا. هنا الاكل ادي الاسلحه اهو ظهر معايا. بص كده الحاجات الطبية أول اختيار ده طبعا تقلب الصفحة ترجع الصفحة، تاني اختيار تقلب الصفحة لقدام. حلو. مثلث ده اللي هو الحاجات دي خليها هنا كده
بعد كده الشراء، بص الشراء عندي مقفول لان الحاجه دي خلاص مليانه. المسدس اهو محتاج اهو مشارك، الاقي ضعف في ايه؟ السهمين اللي انا خدته. بس فهي دي النظرية يعني في الموضوع. لو في فلوس في البتاع ده فوفر فلوسك واشتري من هنا ولم الموضوع. بس انا طبعا ما بعملش كده لان الموضوع ايه بيخليني اكسل وبيطول بصراحة، واقعد اروح ارجع زي ما انت شايف. دي ترابيزة القمار او الكوتشينة، ده الاكل والقهوة بتاعتك الموجودة في القبيلة يعني أو المخيم. حلو. القهوة إيه لازمتها؟ كل حاجة أنت بتشربها ليها لازمة. بص القهوة لما أجي أشربها هتلاقي الديد أي أو العين زادت معايا. بص كده كده الباور بيزيد من طول ما أنا واقف. الأكل مهم، وأكل المخيم بقى جامد يعني جامد. ليه؟ لما بتاكله ممكن بيديك يوم كامل. العين والباور والكلام ده كله بيبقى إيه؟ بيبقى أصفر. تمام. أهو ده النهارده أكل أهو يعني، لما بقى شفته النهارده أكل أهو يعني، ده أكل قرديح من غير لحم. المهم الراجل ده اللي بتصنع منه الحاجات. Oh, Mr. Morgan, I've jotted down a few things that I think could be nice additions, right? المخيم، الحاجات اللي أنا حاططها دي. أي حاجة بقى في المخيم هو بيعملها. طيب، ده مثلا عشان أعمله لازم أصطاد 2 غزالة مثلا. تمام. ده عشان اعمله اصطاد بيه اجي. حلو. لما اصطادها بجيبها على الحصان وبختار اول اختيار اللي هو التبرع واشوف الحاجه هنا واديها لها. تمام كده. الحاجه لو هي معايا في الشنطه هو مش هياخدها، مش هيعملها. لازم اللي انت تتبرع بيها. حلو. وده ميزه على فكره مش عيب. ميزة اللي انت بتتبرع بيها اولا عشان هو بيديك فلوس مقابل ده زي ما انت شايف يعني، مثلا هديله ده هيديني دولار و35. تمام. وفي نفس الوقت لما هاجي هو هيعمل لي هياخد برضه فلوس يعني. هو لما يجي انا طالع عيني مثلا واصطدت في البتاع ده وجبته لغاية عندي، حلو، هيديني فلوس المقابل ده. عشان بقى يعلقه لي هنا انا هدفع له فلوس برضه. انت فاهم الفكره ماشيه ازاي؟ فهو كويس يعني، هو كويس اللي هو بتتبرع بالحاجه ويديك فلوس. في حاجات هنا في المخيم بتبقى مساعدات عشان برضو تعلم الحوار اللي هو ايه؟ هتلاقي فيه علامات كده في المخيم. طبعا انا عامل كله للاسف. Far more genteel, huh? I never figured running in a bunch of outlaws would be the genteel option. I think we can leave it at that, don't you? Okay, if you're that busy, Mr. Morgan. There he is. The camp pig. Oh, look at Sheriff Shit for Brains. I'm only kidding around. Well, good then. الأدب. المهم هنا الحاجات دي بتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة مثلا على تأكل الحصان، تجيب الجردل تملاه مية، حاجات زي كده يعني. حاجات كلها خفيفة وبسيطة. بس مشكلة الكامب اللي انت بتمشي فيه ما بيجريش يعني، ده الشلل ده اللي مضايقني. تمام.
احنا كده خلصنا الكامب وخلصنا الحاجات دي. هنخش على الأسلحة. طيب أنا وصلت عند المحلات، تمام، هتلاقي على الخريطة. بص، محل الأسلحة طبعا عليه مسدس، السوبر ماركت أو الحاجات اللي أنت بتشتري منها، الأكل والحاجات دي عليه شنطة، الجزار عليه علامة فاس، ده علامة التاكسي لو عايز تروح من مكان لمكان. الجواب ده جميل جدا، ده البوسطة، عايز تبعت جواب لحد تستقبل جوابات هتلاقيه من هنا. تشتري تذكرة قطر تسافر بالقطر من مكان لمكان هتلاقيه هنا. عليك فلوس في مدينة من المدن، بتروح عند أي واحد عنده جوابات وبتروح تعملها. طيب نروح نشرحها قبل ما الحاجات تبدأ كده. ما بتخشش الراجل من هنا، بتخش له من الشباك يعني. Don't rush me, I'll get to you. دلوقتي عندك أربع اختيارات. أول اختيار ده send email. You rang. يعني You're in luck. Next mail train leaves soon. فدي مهمة، أنا واحدة كده دكتورة عالمة أيا كان، بتطلب منك اللي أنت تلاقي عظم بتاع ديناصورات أو الحاجات القديمة، هي بتدور عليها. فبتقول لك لو انت لقيت والنبي صورني او ارسم لي الحاجه دي وبعت لي الرساله يعني. بس فدي حاجات انا لقيتها هي مهمه كده. انا طبعا ما بعتش اي حاجه لغايه دلوقتي. تاني اختيار اكيد بعد ما هبعت لها هي هتبعت لي ايميل بقى فلوس او فلوس. ماشي، تالت اختيار ده اللي هو التذكره. لما اجي ادوس عليها بيجي يقول لي طيب انت عايز تذكره لفين؟ كل دي اسماء المدن، دي اسماء تانية طبعا في المدن التانية. كل دي اسماء المدن. الاختيار بقى الرابع هو ده المهم في الموضوع اللي هو بي. ده عليك فلوس في المنطقة الفلانية بتدفعها، عليك فلوس في الحتة الفلانية بتدفعها، من اي مكان بتاع جوابات. فده كويس كده يعني. انا مثلا لو عليا فلوس في المنطقة دي فأنا مش هقدر أجي المنطقة دي، تمام، فممكن أروح منطقة تانية خالص، بلد تانية وأدفع فيها، مش هبقى مطلوب. فاهم الفكرة؟ فدي حاجة حلوة يعني، بدل ما يلزمني إن أنا أروح المنطقة دي. طيب أنا دلوقتي عليا فلوس كتير، عليا فلوس كتير 200 مثلا، 500، 1000، أيا كان، وأنا أصلا ما معيش فلوس. يعني أنا أصلا ما معيش فلوس وعايز ده يروح عليا. عايز الموضوع ده يروح عليا، يروح عليا، تعمل ايه؟ شوف انت دلوقتي لو معاك مثلا 50 دولار، 50 دولار، وعليك مثلا 200 دولار او 500 دولار ومش عايزهم يروحوا منك. طبعا الكتاب اللي احنا قلنا عليه اللي في الكامب بتاعك، هتروح للكتاب وتحط ال 50 دولار، مفيش اي مشكلة. حلو كده؟ كده انت هيبقى فلوسك ايه؟ صفر. حلو. بعد كده هتروح اي اسم، طبعا الاسم بيبقى معروف يعني، هنا في اسم وهنا هتلاقيه في اسم اهو في المكان ده بالظبط. هو هتلاقي الاسم موجود في كل مدينة، تمام. هتروح الاسم عادي خالص، هتلاقي الراجل هناك، هتبص عليه وتكلمه وهتسلم نفسك يعني، بالاخر هتسلم نفسك. هتتحبس يوم كامل والفلوس دي كلها هتروح من عليك وهتخرج. بس طبعا انت لو رحت له ومعاك فلوس، ايا كان الفلوس اللي معاك، كل الفلوس بتاعتك ايه؟ بتتصادف. فاكر ده الاسم ولا مليون؟ ده شكله والله ما عارف الاسم اللي هنا. ايه هو ده؟ لا انا اسف. ها
that is. Carajos! الله يسامحك. تمام. دايما بتلاقي راجل قاعد هنا بيتكلم، بس طبعا مش في المدينة دي يعني، ايا كان يعني. بتخش الاسم بتلاقي الراجل قاعد، في اختيارين. بص زي ما انت شايف مثلا الاختيار اللي تحت ما تختاروش، يعني الاختيار اللي تحت ده شتيمة، فاهم؟ اختار اللي فوق. اللي فوق اللي هو Excuse me. Go talk to somebody else. Girl. انت لازم تختار الاختيار اللي فوق. عموما انا هستنى عقبال ما المحل تفتح عشان ابتدي اشرح بقيه القوات. طيب انا اعتقد ان انا ما شرحتش ده البار اللي هو الصالون، بتروح هناك تقعد بقى تشرب حاجات زي كده. في بارات بيبقى في ايجار هناك، تأجر شقة أوضة يعني تقعد فيها. Well now. The absent traveler returns. How can I help you? تمام. ده أول اختيار ده الشرب، تاني اختيار ده الأكل، تالت اختيار ده الغرفة. دوست على الغرفة أنا على تالت اختيار. في فوق بيديني اختيارين تانيين، اختيار $25 ده الحمام، والأوضة بدولار $0.25 ممكن ناكل و... Let's get all bets down. Oh, don't you fret about time. We got plenty. ممكن ناكل. الأكل والحاجات دي كل الكلام ده ممكن. Good eating, ain't it, hippie? I'm doing just fine. Good to hear. ممكن كده الساعة كام؟ 6. الساعة 6 أحسن خلاص. I'm gonna stay. Give me something to drink, anything. You should have a splendid time here at our little oasis. Hello there. How you been keeping? Another again? Too sober to smile. Betting is over. Round's fixing to start. Thank you for your help. Nice job. Okay, girl. Plenty more food. Salam. Nice to see you again, partner. أحلى حاجة هنا، بص الراجل مديني اختيارين. أول اختيار ده اللي أنا هشتري، تاني اختيار اللي أنا أعدل الأسلحة. حلو. لو أنا لابس له دي. Much as I hate to step on another man's boots, I'm gonna have to ask you to take the mask off in here. لازم تشيل الماسك عشان أبيع لك. فخد بالك من النقطة دي. ما ينفعش تفضل ماشي وحاطط الماسك. Are you gonna make me get the on this? Just take the mask off. كده هتقدر. There, no mask. أول اختيار طبعا. Okay, that's fine. Then we can both breathe a little easier. المسدسات والحاجات دي كلها، وتقعد تقلب الصفحات والصفحات والكلام ده. أول ما نخلص ماليش دعوة بالكلام ده، اشتريت وخلصت وكل حاجة. عايز بقى أظبط السلاح. It'll be here when you change your mind. بخش على تاني اختيار. دي كل الأسلحة، دي الخانة بتاعت الأول، كل الأسلحة اللي معايا. أنا بخش على الخانة اللي بعدها، دي مسدسات، ده المسدس التاني، ده بقى البنادق. That gun seems to be well taken care of. ده كلين اللي انت بتنضف السلاح، لان السلاح لازم يتنضف. تاني اختيار. I can put some sights on that if you're interested. تظبط بقى الحاجات دي. تمام. ده تحط عدسة هنا. يعني تروق السلاح سكوب. ده الستايل عايزه ذهب. Interested in engraving some? Make that weapon your own. بورسلين ايا كان بقى. هنا الشكل.
كل واحدة بقى طبعا ليها سعرها. تمام، بس ده بالنسبة للأسلحة. أنا بتالي نسيت اختيار الرابع. Looks like you're taking care of that weapon. Good to see. أهو ده محتاج يتنظف مثلا السلاح ده. ومدافع. في حاجات هنا؟ لو انت عايز تنظف السلاح يعني انت دلوقتي مش عايز تروح للراجل ده و... بتخش على الاكسسوري. بس انا بس اشتري ده. اهي جن اويل. جن اويل ده اللي انت بكده بتنظف السلاح. تمام. Sold a few of those to some very discerning customers. تمام. أنا كده اشتريت كل الدبابين اللي عنده. نستخدمه ازاي بقى؟ Got what I need. نخرج من المنطقة عشان تعرف استخدم فيه السلاح. دلوقتي انا في الخانه دي حلو، عايز انضف السلاح ده. بص الكلمه اللي على ايدك اليمين تحت خالص، الكلمه دي هتلاقي ليها زرار يعني عندك مكتوب ار 5. طبعا الار 5 ده اللي هو يقصد الانالوج اللي انا بلعب بيه. بقوم دايس عليها يجيب لي السلاح. تمام زي ما انت شايف. اول كلمه ده اللي هو ايه الفيو، يخليني اشوف السلاح من هنا او من هنا. تاني كلمة يعمل لي زوم. تمام. تالت كلمة الايم. فاهم الفكرة؟ ارجع تاني. رابع كلمة الكلين اللي هي المقفولة، ده بقى تنظيف السلاح. والكلمة الخامسة اللي هو الباك اللي هو خلاص ارجع اشوف السلاح. الموضوع على كل الأسلحة بقى، على كل الأسلحة اللي معاك. نعم بص أقف على السلاح، أدوس على بص ده كاتب لي إيه محتاج نضافة. نعم دايس نضافة. لو بعمل نضافة بيقول لي دوس على الإكس عشان ينجز. أهو أدوس إكس يلمع أسرع. خلاص السلاح اتلمع. خلاص تمام زي الفل. تمام كده برجع تاني. احنا كده خلصنا قائمة الأسلحة. عايزين نشوف الحسام. تعالى الراجل ده مهم برضه. بص الاكل اللي انا اكلتها في البار، بص على القلب بتاعي كده لونه اصفر. معنى القلب لونه اصفر اللي هو مهما اتضرب هو مش هينزل، بس بيبقى ليه وقت 20 ثانية 10 ثواني دقيقة يوم، كل واحد على حسب بتختلف. فانت ما بتعرفش للاسف هينتهي امتى الموضوع ده. بس هو قبل ما ينتهي بيقعد ايه يعمل لك علامات كده. عم فرنسا ده بقى ده جميل جدا. وكل ما تقتل وحش طبعا اسطوري يعني اسطوري يعني بص
ده اسطوري، اسطوري يعني عليه التاج، وحش الملك ده، ده ملك الوحوش في دي، زي ملك الخنازير في ده، ده ملك الخنازير. تمام. ده البادجر وهكذا يعني لغاية ما ملك الدب. كل وحش بقى من دول بعد ما بتقتله تيجي للراجل. طيب اول حاجه السيل ملناش دعوه بيه، ما بنبيعلوش حاجه، احنا بنشتري بس او بنعمل كرافت، بندوس ثلاث اختيار. As long as you have the items I need. أو. كل حاجه بنجيب. ده بيقول لك اقتل مثلا البيفر وتعالى له، لما تقتل البيفر هيديك 10% اللي هي سلو موشا اللي هو الحوار الديد اي. هنا هيديك الهاي كواليتي، يعني مثلا لما تيجي تقتل الوحش فهيديك جلد نضيف قوي طبعا اي كلام. ده هيديك استامينا زياده، هيعلي لك الباور بتاعك. You know I heard from my pals at the parlor that Death Buffini might finally leave town. A miserable fool ain't got no place here. بس. فكل واحده من دول بتروح تقتل وتيجي للراجل ده تشتريها، كل واحدة ليها سعرها طبعا. حلو، احنا خلصنا الكرافت، نشتري بقى، نشتري بقى. بيع ايه الراجل الجميل ده؟ بيبيع ديناميت. You better know how to use that. السكاكين. لسه الحاجات دي مولوتوف مشيت، يعني بيبيع شوية حاجات كده ايه تستخدمها في الايد. بيبيع ايه تاني؟ ده بقى الهلسات بقى الدرينك. I really do have the lowest prices. بس اللي ده اللي بيعلي اللي جوه، يعني بص كده مكتوب اللي بيعلي اللي جوه، اي حاجه هتعلي بره هتلاقي يعمل لك دايره بيضاء عليها من بره، ده هيعلي. Don't bother going anywhere else. My prices are very very low in the area. Yes yes please. ده 96 يا فيه. As many as you'd like. انا الباكج عندي عالي، الحمد لله الحمد لله. حلو، ده برضه بيبيع الجان اويل اللي هو تلميع السلاح، بيبيع الحاجات اللي انت بتصطاد بيها، وهنعرف يعني مثلا هنشتري البتاع ده وهنشوف. Take more if you want. حلو. As many as you'd like. No complaints here. عايز اقول لكم ده انا مبسوط جدا والله، ما اعرفش ال 99 دي كنت ماسك خمسه، ف 99 دي يعني انا مش شايف المحلات دي تاني. طيب انا هشتري بعدين، هشتري بعدين عشان ما اطولش الفيديو. بس الحاجات دي تشتري على قد ما تقدر، يعني ضايع فلوسك عليها بالذات الديد اي. نروح نجرب الديد اي فين؟ نجرب الديد اي. ماشي انا عايز حته فيها حيوانات كتير. ماشي خلينا مع التماثيل، نجرب مع التماثيل. اهو نروح هنا نجرب مع التماثيل. طيب تمام. كده رجعت لي تاني وادي، وصلنا للتماثيل الحمد لله. بص بقى الديد اي هي فكره حلوه جدا. عليها واحده بيبين اماكن الضعف بتاعت السلاح التمساح او الحيوان اللي قدامك عشان تقتله فيه. يعني مثلا حاجه دي ضعف جدا، او في الدماغ او في الحته دي. بص بقى على الديد اي هتلاقيها تتاكل معانا، احنا لازم نشرب حاجات. السجاير يا جدعان، السجاير مضرة جدا، يعني ارموها اصلا ملهاش لازمة. هي بتعلي الديد اي بس بتنقص الباور، فدي مشكلة يعني. والخمرة نفس الموضوع، يعني الحاجات دي والله مش عارف ارميها اصلا يعني، يعني اعذروني. ماشي نضرب اللحمة دي. ادي كده احنا ضربنا ايه الديد اي، عليناها اللي جوه. حلو كده.
هنعلي بقى الحته اللي بره اهي مثلا حاجه زي كده. خليها اصلا نجرب. بص بقى اهي انا كده ممكن اضرب كذا ضربه اهي، واحده هنا واحده هنا واحده هنا. هي دي بقى ميزتها. طيب نجربها في كذا حاجة، نجربها على كذا واحد يعني، بلاش واحد واحد. لاحظوا معايا ان الديد اي اللي جوه ما نقصتش، اللي بره اللي نقص، اللي بره بينقص، وبعد كده اللي جوه ينقص. نعم نضرب واحدة كمان. عايزين ايه جنب بعض دي اللي انا دوست عليها بتبين التماسيح او الحيوانات اللي حواليك او الحاجة اللي حواليك. يعني بص هتلاقي دخان طالع من التمساح. بص لو ادوس عليها تلاقي دخان طالع من التمساح اهو، يعني هنا في تمساح احنا مش شايفينه. خدت بالك؟ يعني كده هنجرب مثلا الديد اي على التمساحين دول. تمام. واحدة كده واحدة كده مثلا، ونجري نجري نجري. واحدة كده يبقى جامد جدا بقى الديد اي ده زي ما انت شايف كده. عارف اخدت 5 كيلو. تمساح، تمساح تاني شكله كده. طيب هو التمساح التاني مش باين، نعرف احنا منين بقى؟ اهو منين كده اهو اهو. دي واحدة في دماغه. تمام ده فكرة الديد اويل، هو لطيف جدا وجميل في الحوار ده. عايز تقتل كذا حيوان في بعض، تقتل كذا واحد، بس لازم طبعا كل شوية تقعد تشرب وتعليه، تشرب وتعليه. حلو كده خلصنا الديد اويل. عندك حاجات بتاخدها ده ايه لازمته الحاجات دي؟ يعني اقعد الم ورد؟ اقعد الم ورد، بس مش اي ورد بقى يتلم، مش اي حاجة تتلم، كل حاجة ليها لازمة. في حاجات ملهاش لازمة يعني مش ملهاش لازمة، بس يعني مش هتستخدم خلاص. في المحلات بتعمل المهمة بتاعتها. حلو زي ايه؟ انا نقعد في مكان بس كده بعيد عن التماسيح دي عشان التماسيح يا جدعان ما بتهجمش عليك، بس هي بتتحرك فممكن يهجموا عليك في اي وقت لو شافوك كويس. احنا عايزين نعمل نار. حلو عملت نار ليه؟ عشان الجريل دي. في اول حاجه ده النوم، مش هننام طبعا. تاني حاجه الاكل والتصنيع ده اللي احنا هنستخدمه. تالت حاجه السفر طبعا، بكل دي اماكن انت بتسافر في لحظه يعني، هو اللوجن. نعمل الاكل. في حاجات هنا عشان تعمل لها كرافت او تصنعها لازم يبقى في نار. حلو، هل انا اقدر اللحمه دي، هي دي اللحمه بس يعني هستفاد ايه لما اعمل اللحمه دي؟ بص حضرتك لما تيجي تدوس على مش يقول على كلمه افكت اللي هي تالت كلمه، تدوس عليها بيبان دي هتعمل ايه. بص كده كل واحدة ليها حاجة،
طبعا القلب ده اصفر عشان البتاع اللي انا اكلتها في البار لغايه دلوقتي معايا اعتقد اللي هو تقعد يوم. المهم اللحمه دي لو جيت حركت يمين بص كده هعمل اللحمه وهتحتاج 10 ورقات من البتاع ده، هتحتاج قصدي ورقه، انا معايا 10. اللي فوق الصورتين ده الرقم اللي معايا، اللي تحت الاكس واحد دي الحاجه اللي هي بتستخدمها. حلو كده ماشي. انا دلوقتي دي هتديني ايه؟ دي هتديني فول هيلث اللي هو القلب هتعلويه على الاخر. بص بص حتى على العلامه، سيبك من الكلام المكتوب، بص على العلامه اللي فوق فوق اللحمه. لما اجي اغير فوق اللحمه هتلاقي الشكل ذات نفسه بيتغير. شكل الاكس ده الديد اي، دي هتعلي العين، العين هتعلي لي العين على الاخر، وهتعلي لي ايه جزء من الطاقه وجزء من الصحه. حلو، ده هيعلي لي الطاقه بس، وهيعلي لي جزء من العين وجزء من الهيلث وهكذا. نخش على الاسلحه اللي هي الخانه اللي فوق، الخانات دي اول خانه بتاعه الاكل والكوفي والكلام ده كله، تاني خانه التونيك اللي هو الحاجات اللي انت بتشربها اللي بتعلي الحاجات اللي بره، تمام. كل دي بتعمل لها كرافتات، ده الطلب ماشي. ما مش دعوه بيه، ده الاسهم. انا عايز بس اوريك مثلا انت عشان تعمل سهم في سم لازم بتجيب الزهره اللي هي اللي في النص دي، دي انا مش لاقيها، دي قليله قوي يعني. فالزهره دي مهمه جدا، النبات ده مهم، وكل ما تلاقيه روح جمع منه على قد ما تقدر، لان هو ده الوحيد اللي بيعمل السم الايه الاسهم اللي هي فيها السم دي. بتشتريها انيمال فات، دي بتشتريها او بتلاقيها في الحيوانات، سهله يعني. ده برضو نفس الموضوع، ده بياخد حاجة من الطلقة من الشوتجن وشوية نشأ. تاني خانة دي الأسلحة اللي هي اليدوية، السكينة والكلام ده كله. بص الزهرة هي تاني في السلاح السكينة، فاهم؟ فالزهرة دي مفيدة. هنا بقى يا باشا الحاجات اللي انت الهانت بقى، الحاجات اللي انت بترميها عشان الحيوانات تيجي. حلو كده، فانت هنا لما بتخلص منك بتقعد تصنعها هنا وبتقعد تغير بقى. اخر واحدة ده الهورس كير، دي بقى حاجات تخص الحصان ملهاش علاقة بيك خالص، دي كل اخر خانة دي بتاعت الحصان بس، تقعد بقى تدلع الحصان بتاعك. دي مثلا هتعمل ايه؟ دي هتعلي الهيلث وهتعلي الباور بتاعه ماشي. دي مقفول عندي، دي هتخلي الهيلث هتخلي الباور يقعد يوم كامل زي ما انت شايف، وهتعلي الهيلث على الاخر والباور برضو على الاخر، بس هتخلي ايه الاستامينا اللي هو القوه بتاعه الحصان هتخليه يقعد يوم كامل زي ما انت شايف كده. ففي حاجات بتلاقيها مكتوبه تحت، يعني بص تحت بتاع اخر كلمه تحت دي فور ادي، فور ادي عندي يوم كامل، بس قبليها الاستامينا دي هتعلي لي بس الخانه اللي فوق القلب اللي هي الدوريه دي. كده احنا خلصنا مثلا البتاع ده، خلاص ماشي. نخرج نجرب بقى الايه ازاي استخدم الحاجات اللي ارميها واجيب ازاي الحيوانات والكلام ده. هنروح نجرب دلوقتي في مكان ماشي، هنجرب هنا. خنازير بس عايز حاجة فيها حاجة فيها ديابة كده مثلا هنا اهو. ده بين ايه؟ بين الديابة وبين الغزلان، تمام. هروح وبعد كده هشغل الفيديو تاني. تمام يا جماعة انا كده وصلت. بص يا جماعة انا دلوقتي لو جيت عملت كده
هتلاقي دخان طالع من الشخصية بتاعتي، شايفين الدخان ده؟ ده ريحة الشخصية، فالهواء ماشي كده. فانا ما ينفعش اصطاد في الناحية دي، اي حيوان موجود في الناحية اللي قدامي دي كده، الناحية دي هيشم ريحتي. ليه؟ لان الدخان رايح عليه، فانا لازم اصطاد كده، لازم اصطاد كده، تمام؟ فدي نقطة مهمة جدا. طيب انا مضطر ان انا اصطاد في الناحية دي، بقوم عامل كده، داهن نفسي وداني وزي الفل، خلاص دهن. بص كده، كده الريحة بتاعتي مش هتروح للحيوان، مش هيشمها، فاهم؟ مفيش حيوان هيشم الريحة بتاعتي، فطبيعي مش هيجري، مش هيهرب مني، فاهم الفكرة؟ بص كده، موجود ريحة، بس دي مش ريحة طالعة، يعني فاهم؟ يعني ده أنا حاططها مثلا ريحة حيوان عادي، فاهم الفكرة ماشية ازاي؟ دلوقتي أنا عايز أصطاد كلب مثلا، ديب، أي حيوان مفترس في الحتة دي يعني، وأنا بدل ما أدور عليه وأخش أقعد أدور في الغابة وألف ويطلع عيني، لا أنا برميله فخ كده واروح اقعد بعيد خالص، مش بعيد قوي يعني، مسافه حلوه، تمام. واو، في بقى هنا ثعالب ممكن يجي ياخد الحاجة ويطلع يجري من غير ما تاخد بالك، تاخد بالك من النقطة دي، عارف انت؟ زي السمك اللئيم اللي في المايه، لما تيجي تعمل طعم فتلاقي السمكة تقوم واكلة الطعم وانت مش واخد بالك، ولا السنارة غمزت ولا حاجة، وتفضل قاعد فاكر اللي ايه الطعم موجود، تيجي تشيل السنارة تلاقي الطعم اصلا متاكل، مفيش حد. تقعد بقى انت ساعتين الشمس تسقع قفاك ودماغك والطعم اصلا متاكل الاول. ففي ثعالب هنا بتعمل نفس الحوار، يجوا ياكلوا البتاع ويخلعوا، شكل كده ايه الحوار اتعمل معايا. تعالوا نبص عليها، حصل معايا ماشي. خلينا هنا اهو، شفت يا ابن الذين؟ ارميها تاني، منطقة باينة، واحسن حل عشان برضو ما تتوهش وانا برضو ما تتوهش. انا دلوقتي رميتها صح، بقرب من المكان قوي، واعمل ايه؟ اعمل علامة كده اهو، العلامة دي. بص كده، انا اروح اقف الناحية التانية واقوم باصص على العلامة، اقوم خدوها تاني كده. بتاع هنا ابن الذين بياكل ويحتفل، ده اكيد المسكر في الحيوان كده صغير يا جدعان، يعني بصراحة عرفني بعيد. Let's go girl. هذا النوع منتشر. طيب حلو، كويس، دي معلومة جديدة. الحيوان ده لازم تصطاده اصلا يعني، بس انت عشان تصطاده لازم تبقى قريب منه قوي. لا في التعالب ايه؟
حلو. أنا سهر مين هنا؟ أوكي. هذا طريق. نجرب. Yep. Whoa, easy. Now, jump. طلع خدها وخلع. شفتوا الحيوان عامل ازاي؟ هو البتاع عامل زي ال اهو. تعرف الارنب ما بياكلش الحاجات دي. هو ايه التاني ده؟ اهو يا جدعان اهو ما كلهاش. بص بيأمن هو بياكل. فاهم الفكرة ماشية ازاي؟ فانت بترمي له طعم تستنى هو الطعم زي ما هو ظلمنا ده. طعم اهو بركه بقى تسكنه بقى زي ما انت عايز. هنا ده يصطاد الحيوانات المفترسه. طيب انا عايز اجيب حصان، عايز اجيب غزاله، عايز اجيب الكلام ده. هنجي دلوقتي بص نرمي اللي احنا بنعمله. ماشي لازم نرمي اللي في ايدينا. دي واحدة غزالة. ازاي مرميها في مكان انت شايف عشان ما تتغفلش؟ فاهم؟ بص انا كده بعدت عشان غزلان ولاد لذينة بيشموا ريحة بسرعة. تستنى بقى ايه شوية كده تلاقي حاجة معدية. أنا بصراحة أنا بجرب يا جدعان، أنا معرفش هما هيجوا أصلا عشان أقتل الثعلب ولا مش هيجوا. بس هو ده مش مكان غزلان مبدئيا، يعني كان غزلان هنا بس ده في أرانب. ممكن نشوف دلوقتي نشوف ايه اللي هيجي. انت بتقف 5 ثواني 10 ثواني لقيت الحوار مش جايب نتيجة. هتبتدي تغير المكان وتعمل الطعم ده في حتة تانية. فده افضل بدل ما تقعد تلف. انت فاهم الفكرة؟ ده الراجل بتاع الخرفان. انت ممكن اصلا تخطف الراجل وتاخد الخرفان بس يعني احتمال يبقى عليك قضية لو معرفتش. احنا ممكن نعمل بتاع هنا ده اعتقد مكان جميل. نروح نقف فين بقى يا جدعان؟ مش هروح اقف جنب الراجل. نحط واحدة تانية. أربعة كده حلوين. يب.
Okay then, girl. جابش اي حاجه. اعتقد يعني عشان هو اداني 99 مساحه. اعتقد عشان فتح كل الشنط فدي حاجه حلوه يعني. ماشي هنجرب الموضوع. نجرب عادي. انا معاك. ممكن هنا حلو المكان ده. بص طول ما انت بتجري في الحصان الباور بتاعك بيقل يعني باور الحصان بيقل. انت ما بيحصلكش اي حاجه غير لو لابس حرب لابس لبس الجو مناسب. يعني درجه الحراره كده كام؟ 18. انا المفروض البس اللبس التاني بس عادي يعني. ماشي احنا ممكن هنا ورن اوف. رن اوف. لا رن اوف هنا. تمام ارمي هنا. رحنا في الناحية التانية. Yep. Easy. No. كده جايين اهو. نبص على اليمين. احتمال لما ترميها بيجي لك حصان برضو يعني مش شرط غزلان بس يعني الفكرة كلها اللي هو بيجيب لك الحاجة اهي. يعني بيجيب لك الحاجة بتاعت المنطقة تمام. فكل حاجة ليها حاجة. انا طبعا ده الحوار الديد اي فيه نشرب بقى الديد اي عشان ايه شكله مش هو ده السرع. لا ما هو ما فيه شايف. ما دي واحدة اتنين تلاتة. اه مينفعش اعمل سكوب. دي معلومة جديدة يا جدعان. مينفعش اعمل سكوب بالديد اويل. لازم اعملها من انا بتالي عملتها سكوب في ال عند التمساح. تمام احنا كده خلصنا الموضوع ده. نخش على الحصان. اروح عند الحصان بيبقى موجود على الخريطة المكان ده. علامة حدوة الحصان. وبعد كده نرجع نشغل كده. انا دخلنا عند الراجل بتاع الحصان. اول كان اجيب الحصانة بتاعتك. تمام. ده تختار اي واحد فيهم لو عايز تبيعهم. كل واحد موجود عليه حدوة. نخش
السدلي اللي هو اللي جام زي ما you know, horse can tell when you're اللي جام ده بالنسبه لي هو مش شكل هو مش حاجه واو وخلاص شكله حلو لا كل حاجه ليها حاجه انت مثلا بتخش على السدلي دايما هتخش على الامبروف اي حاجه امبروف تخش عليها الستوك سيبك منه سيبك من اول اختيار خليك في تاني اختيار امبروف حلو انا دلوقتي عايز اعرف السدلي ده حلو ولا وحش مش شكله بص اول كلمه على ايدك اليمين من تحت هتلاقي مكتوب انفو تدوس عليه اعتقد الزرار ده هيبقى التاب هتدوس عليه هنا بيجيب لك الكير والاهتمامات بتاعت السدلي ده يعني مثلا خلينا في اول سدلي وخلينا ناخد الستوك ده هيدينا 14 12 12 هيقلل لي حاجات في الباور وهيخليه يزود لي الباور على قد ما هيقلل على قد ما هيزود وهيهتم لي شويه بال بصحه الحصان هيقلل لي شويه حلو الثاني الامبروف هيعلي اكتر شايف 16 12 14 وهكذا حضرتك بقى انت بتشوف السدلي المناسب والشكل المناسب وعلى حسب استخدامك وعلى حسب الفلوس اللي معاك هي دي الفكره دي بقى السدلي اخر واحد ده اللي هو اللي جان ده مثلا ده اخر واحد اللي هو ايه الحاجات اللي انت مصنعها ده مثلا بجلد تمساح ده جلد خروف مش عارف ايه فاهم حاجات زي كده بس ده السدلي اللي انا بستخدمه ده افضل سدلي موجود في اللعبة عبارة عن بطر حاجة كده يعني ده هوريك مكانه ده افضل واحد بعد كده بقى انتهي كله ايه يعني مش صعب ده انا عاجبني بصراحة احسن ماشي السدلي ده بقى هل اقدر استخدم الحاجات دي الحاجات دي مقفوله ليه حلو السدلي اللي انت مصنعه او جاهزيه ملوش تغيير فانت لو عايز تغير انت ممكن تغير السدلي تاخد السدلي ده مثلا حلو وهتبتدي بقى تركب له ايه الـ 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 الرجل والكلام ده كله الرجل دي برضو بتعلي حاجات يعني بص الرجل دي بتعمل درين ريت 50% كويسة يعني هنا بتاع دي ده مجرد شكل ولا اكتر ولا اقل ده بس مش هبان هنا هي هبان لو هو ستوك اول واحد لا You know, a horse can tell when you're using a cheaper saddle. بص كده. هدا مثلا. That's the same one. دي هي القماشة اللي تحت. فاهم هي بتغير ايه؟ دي القماشة اللي تحت. بتغير بقى الشكل بتاعها على حسب ما انت عايز. حلو. القماشة دي هل بتفيد لازمتها؟ لا لا ده شكل. ده شكل. هو اللي بيفيد هما حاجتين اتنين هو الستريبس اللي هي اللي بتحط عليها الرجل تمام طبعا كل واحده ليها افضل واحده هي اخر واحده يعني اللي هي 50 والسادلي كل ده بس الباقي كله اشكال تمام ايه اخر واحده اللي هي الخيمه بتاعتك او الفرشه اللي انت بتنام عليها يعني لما بتيجي تعمل ريست في حته فبيفرش الفرشه بتاعتك حلو طبعا على حسب الفرشه بقى واللون والليله دي ملهاش لازمه برضه يعني هي شكل كده احنا خلصنا اول واحد تاني واحد ده اللي هو الشعر الحصان وتلونه زي ما انت عايز فاهم انا طبعا انا عامله مضفر شويه وده دي للحصان نفس الموضوع بيفرق في ايه ولا اي حاجه شكل برضه السيرفيس الخدمات دي بقى مهمه شويه مهمه ليه
تاني واحدة دي الاسم، اسم الحصان انت بتسميه. يعني انا مثلا حصان انت بتسميه اول واحدة دي اللي هياخد منك 4.5 دولار وهيديك باكج. باكج ده اللي هو هيخلي الحصان يوم كامل معاك فول فول بقى هيلث وباور. بص That's a good choice. شايف؟ High quality. بس كده هيقعد معايا الحصان يوم كامل زي الفل كده فول هيلث و... كده احنا غيرنا خلصنا التلاتة دول. طبعا كل حصان ليه مميزات. يعني ده الحصان دي نوجا، نوجا دي الريس حصان سريع جدا حلو. ودي حاجاته يعني هو دي حاجات بتاعته اللي هي 4 شرط اللي فوق السرعة وتحت الاكسسوارز بتاعته 3 سكر. حصان عربي إليت 5 فوق و4 تحت يعني السرعة 5 و4 تحت. دي بقى بونبوناية بقى دي فكل واحد بقى بيظبط. انا هاخد بلعب دي طبعا. نرجع تاني نسيت اشرح القوائم. انا شرحت قائمة واحدة بس. حلو. اول قائمة دي اللي احنا قلناها بتاعت الخزانة بتاعتك. تاني قائمة دي اللي انت تشتري بيها حصان. طبعا حصان اللي عنده عيانة وسعرها غالي فيعني انت تاخد لك حصان بحبل من بره حسن تصطاد حصان احسن. حلو. تاني تالت خانة ده الحصان بتاعك انت التراك اللي انت اللي انت بص يعني الحصان كده متوسخ عايز يستحمى بتاعي. الخانة الأخيرة دي خانة الحاجات اللي انت بتشتريها. طبعا لو انت معاك فلوس والدنيا حلوة معاك اشتري اللي هو الكارون. الكارون ده جزر احسن حاجة في الليلة دي كلها. ادي في الجزر قل الحصان ادي له جزر في عينيه. الجزر احسن حاجة. فاهم؟ دي مهمة شوية لو الحصان بقى بيموت بتاع. فاهم يعني ادي هورس ريفايف $8.55 دي لو الحصان مات منك بتشربه. هي دي اللي بقول لك عليها. تمام؟ ده لو الحصان الميديسن. لو الحصان تعبان عضله ومش عارف ايه فبتعلم. او في الطريق مثلا في تلاقي في الطريق وانت ماشي تلاقي واحد او واحده عماله تعيط جنب الحصان والحق الحصان بتاعي فانت تعالجه. الحاجات دي اشتريها خليها معاك ما بتخسرش. وفي نفس الوقت هنا مفيش كباستي يعني ما بيجيش يقول لك ايه لا الشنطه مليانه. لا انت ليك من الحاجه كميه معينه. يعني بص تحت هتلاقي مكتوب ايه 8 من 99. طب انا شاري حاجات تانية. يعني بص انا شاري مثلا كارود 65 واحدة. فاهم؟ فمن كل واحدة ليك كمية معينة. فهنا مفيش كباستي فتشيل زي ما انت عايز. حلو. انا كده خلصت خانة الحصان. كده اخر حاجة شرح القايمة دي عشان تبقى فاهم انت بتعمل ايه. طبعا دي الخريطة. سيبك من الهيل خليك في البروجرس. البروجرس دي الحيوانات اللي انت موجودة شفتها. يعني كل حيوان بيبقى مكتوب عنده ازاي هتصطاده. هتلاقي مكتوب تحت ده بلونج سكوب رايفل. في حاجات هتلاقيها بالبو مثلا. هنا ده هيقول لك لونج سكوب رايفل او بالقوس. السهم يكون مسموم. الكلام ده هتلاقيه تحت في اخر 3-4 سطور تقراهم. هم دول المفيدين يعني عشان تعرف تاخد جلد كويس من الحيوان. تمام. سيبك بقى من الباقي ده. يعني الباقي ده انت عايز تقراه وش اقراه براحتك يعني. بس هي اهم حاجة الحيوانات هنا. دي قصة على حسب الشابتر اللي انت فيه بتعدي. طبعا لسه في البداية يعتبر. بس بحب اللي انا الف في اللعبة الاول وبعد كده اندمج في القصة. عندك هنا البلاير
هي دي اهم حاجه. ده اللعب بتاعك بتخش هنا بيبين لك اول واحده الجنرال، هنا بيبين لك الهيلث بتاعك والكلام ده كله. اول واحده دي النظره الاوفر فيو يعني من الاخر المجمل يعني سيبك منها. تاني واحده الهونر اللي هو الشرف اللي هو زي ما قلت حضرتك الكاب والشكل ده، الراجل لابس طاقية لما بتوصل للأبيض بتاخد خصومات. أنا دلوقتي بقى معايا خصم 10% من المحلات. تحتي أندر وايت يعني أنا دلوقتي يعني جسمي قليل يعني وزني قليل تمام، فهيبقى عندي ميزة الاستامينة بتاعتي، هقدر أتحرك وكل حاجة، بس صحتي هتبقى في النازل شويه زي ما انت شايف كده، فهيعلي لي الاستامينه بتاعتي ولكن صحتي هتنزل. لو انا اوفر صحتي هي اللي هتعلى والاستامينه هي اللي هتقل تمام. هي دي بتتحدد على حسب ما انت بتاكل كتير او بتاكل قليل. اللي تحتيها ده بالنسبة للتلج والبرد والكلام ده كله عشان تعرف هل انت صحتك بتنزل ولابس اللبس المظبوط ولا مش لابس اللبس المظبوط. فانت عندك تحت على الشمال 0% كده انا تمام تمام. مش مهم الخانات اللي بعد كده. هنا الليفلات الهيلث طبعا اللي هي الصحة، فانا وصل لـ8. ده القوة بتاعتي الاستامينة. الحركة برضو نفس الموضوع هي على مستوى 8. طبعا في مستويات تانية في الاونلاين. ده الديد اي برضو على مستوى 8. نجرب مثلا هنا مكتوب اهو الطقس تمبر فير، فنشوف هل انا لابس صح ولا غلط. فانا لابس صح فعلا، بس يعني ايه نجرب يعني مفيش مشكلة يعني. مثلا نلبس مثلا كده الراجل درجة الحرارة 24. ماشي نخش نشوف البلاير أرثر الجنرال لسه زي ما هي، يمكن ما جددتش ولا حاجة. طيب خلينا نمشي شوية لغاية نشوف هتظبط ولا الموضوع ده اشتغل. في خانة تانية انا نسيت اقولها اللي هي بتاعة الشنطة. دي حاجات الشنطة بتاعتك. بص هي فوق كذا خانة، بص فوق كده تلاقي كذا خانة. اول خانة ده الشنطة بتاعتك، اللي بعديها كل دي الشنطة يعني، اللي بعديها الاكل، اللي بعديها الحاجات اللي هي بتعلي حوالين الهيلس والطاقة والاستامينة يعني، والهيلس والديد اي اللي بعديها بتاعة الحاجات اللي انت بتاخدها او بتصنعها او بتصطادها، اللي بعديها الحاجات اللي من الاخر ينفع تغيرها او تبيعها من الحيوانات يعني زي ما انت شايف السنة الريشة الجلد الحاجات دي، اللي بعديها الحاجات اللي انت اصطدتها ومش يعني ايه بيديك الميزات يعني. دلوقتي اصطدت دبة فمديني ميزة اللي انا مثلا 10% فلوس زيادة، اخد 5% سرعة، حاجات زي كده يعني تمام. اللي بعديها المجوهرات والذهب والكلام ده. ودي بقى الدوكمنت بتاعتك لو تحب تقعد تقرأ وتعرف كل حاجة بتعمل ايه، اماكن الحيوانات مش عارف ايه كده يعني فاهم. طب تفنن بقى براحتك كده. نخش نشوف كده البلاير تاني ارثر، يمكن كده ظبطت. ماشي هي شكلها اشتغالة ولا بيزل ولا نيلة. عموما نيجي بعد كده انت خلاص لعبت وزهقت ومش عارف ايه وخايف كل حاجة تضيع. والتسجيلات انت هتلاقيها في الستوري، هتدوس على الستوري هتلاقي عندك سيف جيم، هتخش على سيف جيم هتختار التسجيل بتاعك
ايا كان هي بتبقى كلها امتي كده، فبتخش دوس اوكي وخلاص وشكرا على كده. وقت بتفتح اللعبة بتفتح عادي في الستوري ومفيش اي مشكلة. تمام. خانة الحصان دي انا ما دخلتش عليها قبل كده، بس هو بيبين الحصان اللي معاك يعني، مش محتاج بصراحة يعني شوية معلومات عن الحصان، بس مش محتاجة يعني، مش مهمة من الاخر يعني. بس هي دي كانت ريديت ومعظم الحاجات اللي احنا قلناها، واتمنى لكم كل النجاح والتوفيق، وبعتذر لو انا ما قدرتش اوصل المعلومة او كان في مشكلة في توصيل المعلومة او الصوت او اي حاجة، فاتمنى ان انتوا تسامحوني، ولو في اي سؤال ممكن تكتب في التعليق وان شاء الله ارد عليك في اقرب وقت، ولو حاجة اقدر اعمل لها فيديو هعمل لها فيديو مفيش مشكلة. شكرا، السلام عليكم.